خبط جاي لك اهو. اهدي اهدي. ازيك يا سرحان؟ ايه اللي جابك؟ حصل حاجه؟ مش عارفه اخد نفسي، هتسيبني واقفه على الباب كده؟ ايه اتفضلي اتفضلي اتفضلي. من هنا معلش، يعني الشقه شقه عزام، ويعني مش عارف الحال هنا شويه. انا مش عارفه اشوفك قلت اجي لك هنا، اصلك وحشتني قوي. شك هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ ما قلناش حاجه. وحشتيني. ايه مالك مش واقف على بعضك ليه؟ لا مفيش حاجه، انا بس يعني مرتبك شويه عشان دي اول مره واحده تخش عند الشقه دي. هو انا اي واحده يا سرحان؟ هو انا مش خطيبتك وحبيبتك؟ اقعد بس اقعد. ما قلناش حاجه، خطيبتي وحبيبتي بس يعني. لا ما بستش ولا حاجه، يلا قوم شوف شغلك وانا هخلي الصاله دي بتبرق. مش عندك مكنسه او مقشه؟ مكنسه ومقشه ايه؟ انت ناوي تعملي ايه؟ ما تقلقيش، البواب بيطلع هنا كل شهر ويخلي لي الشقه زي الفل. طب يلا قوم، لو عندك حاجه تشتغل فيها في البحث ولا حاجه لغايه ما اخلص الصاله واجي لك، بس اشتغل كويس عشان في مكافاه فوريه. مكافاه فوريه؟ يا ترى ايه الفوريه دي يا فضيله؟ انت بقيت غريبه قوي يا فضيله اللي من دول. يلا استعنى على الشقة بالله. معلش يا عبد، بس هي الدنيا كده كدبة كبيرة. الحاجة الوحيدة اللي حقيقة فيها هي الموت، بس الحياة مش هتقف. وأنا عارفة إن مامتك كانت أغلى حاجة عندك في دنيتك، لكن خلي حزنك في قلبك وشوف حياتك. الحياة لسه فيها حاجات كتير حلوة قوي لازم تعيشها. كلامك جميل قوي يا سيارة. مش عارف من غيرك كان ممكن يجرالي ايه. خلاص اعتبرني امك ولا ايه؟ ما ينفعش. تنفعي طبعا، انت كل حاجه في حياتي، انت امي واخواتي واهلي، انت النسمه الجميله اللي بتطري على قلبي. يا اختي يا جميله، انت بتقولي شعر. انا عامه ما بقولش الكلام ده، ما اعرفش اقوله، بس جمالك بقى علمني اقوله. انا مره كنت بقرا قصه في مجله، وكان كاتب حاجه جمله مش فاهمها، لسه فاكر الجمله. كان بيقول في وصف البطله انها زهره في مستنقع آسن. انا دلوقتي عرفت كان يقصد ايه. ايه آسن دي؟ فاهم؟ ما هي واضحه زي عين الشمس. مش عايزه شرح يعني. شرح ايه؟ دي شتيمه دي ولا ايه؟ شتيمه ايه بس؟ هشتمك انا برضو؟ ايوه انت شكلك بتغلط فيا بقاسن دي. قاسن؟ انسي قاسن، بقول لك اجمل حاجه في حياتي. تتجوزيني يا سرجانه؟ ايه؟ ماشي بس افكر. يلا يا استاذ سرحان. ايه اللي انت عاملاه نفسك ده يا فضيلة؟ ما دي الحاجة الوحيدة اللي لقيتها نظيفة عندك، المرة الجاية بقى اعمل حسابي واجيب لبس الشغل، تعال، ايه رأيك؟ الله، ايه ده؟ فين الكتب اللي كانت متبعتلة هنا يا فضيلة؟ يلا، يلا ادخل خد دش. دش ايه؟ أنا مش هستحمى. ادخل احلق دانك وخد دش معانا ما اجهز بقية البيت، عشان أشوف كمان هكافئك المكافأة ولا لأ. أما نشوف. أما نشوف آخرة التغيير المفاجئ ده. بس تخيلي انا كان نفسي في الموضوع ده. موضوع ايه؟ الدش. اه كنت بحسب. يلا يلا على الحمام. يلا يلا. هو ده الورق اللي الدكتور شديد عايزه. كل ده يا سرحان في الوقت القصير ده؟ اكتب عقلك. والله انت خساره في القسم بتاعنا. ايه ده؟ يا فضيله. ايه يا سرحان؟ الميه قطعت والصابون دخل في عيني. عندي كده ميه في المطبخ، حطوا لي جار الباب. المصيبه دي بقى. حاضر هجيبهولك. انا اشيل الجردل. يلا يا دكتور، أكلة سخنة ومعتبرة، ترم عظمك، مش مكافأة عظيمة؟ دي مكافأة عبقرية. بصراحة يا فضيلة، أنت قبل ما تيجي على طول كانت عصافير بطني بتصوصو، وكل شوية أسد نفسي بكوباية شاي، كل شوية أسد نفسي بكوباية شاي.
بس انا مش فاهم يا فضيل. مش فاهم ايه؟ ايه سر التحول في المعامله بتاعتك معايا كده؟ يوه يا سرحان تاني، بطل غلاسه بقى، يلا عشان انا ما اتغديتش. ما اتغديتيش؟ وليه تيجي عندي في بيتي وما اتغديش؟ قول لي يا سرحان، انت سعيد؟ بصراحه طول ما انت راضي عني ومقدر ظروفي انا اسعد انسان في الكون. انا يعني ما بقولش ان انا راضي عن حالنا، بس زي ما تقولي كده انا عندي استراتيجيه وتكتيك. التكتيك اني اخلص البحث واضم البحث لموضوع الدكتوراه واخد المكافاه، وتاني يوم الحصول على الدكتوراه نطلع على المأذون طوال. وكمان انا قدمت في شقق الجامعه، دفعت 3000 جنيه والباقي على قصاد مريحه، وبيقولوا كمان انني ممكن اخدها كمان سنه، يعني اكون خلصت اللي ورايا واخدت المكافاه والدكتوره كمان. وانت متاكد انك هتاخد المكافاه دي؟ الدكتور شريط قال لي ان دكتور يونسكو مبسوط قوي بالفيش والبورد اللي عملتهم في البحث. طب والنبي لا توريهولي يا سرحان، اصل انا هقدم موضوع البحث للدكتور شريط في الاسابيع الجايه، ويعني عايزه استرشف بطريقه بحثك. بس كده كل ورقه اخلصها شوفها اول باول. ما تحرمش منك يا سرحان، خد الحته دي من ايدي. لا ده كتير قوي عليا يا فضيله. اهو كده انا مطمن يا فضيله، مطمن ان اي حاجه بيعملها هتديني تقرير بيها. تعالي اتفضلي اقعدي. بس يا فضيله انا عاوزك تخلي بالك، عشان هو لو حس ان احنا بنراقبه هيزرجل، وانا عارف دماغه كويس قوي. لا ما تقلقش يا دكتور، هو مأمن لي، بس انا اللي ضميري واجعني. واجعك ليه؟ انت بتعملي لمصلحتك زي ما هو بيعمل مصلحته، وهو مش باكي عليكي خالص. هو الانسان لما يكون شاري واحده بيضحي بكل حاجه علشانها. ده راكنك عرف اهو، لما خلص كل حاجه هتبقي زي العبده مستنياها. ده حمار مش عارف يعامل الانثى ازاي. وانت ورده، ورده يا فضيله، كل اللي انت عاوزاه ان كلمه ترويكي، لمسه تريحك. ميرسي يا دكتور. بقول لك ايه، انا على فكره لقيت لك موضوع جديد قوي للماجستير بتاعك، وجبت كل المراجع، وقريب قوي هيبقى عندي اخبار حلوه عشانك. شكرا قوي يا دكتور، بعد اذنك. ايه رايحه فين؟ وراكي حاجه؟ لا ابدا مفيش. طيب اقعدي معايا ندردش شويه. انت عينيكي حلوه قوي، بتلبسي النضاره ليه؟ قلت لك انك حلوه يا ابن الجنيه يا منصور. كل ده تعمله من ورايا؟ انا سامي اخويا اشتغلت في المشروع ده بهدوء وبالراحه لغايه لما اتدحرج وبقى في حجري، وقلت اقول لك تشاركني. اشاركك؟ ده مشروع العمر، مصنع احجار كريمه وحك مجوهرات، عتاوله الساغة ما حدش جات له الفكره دي في دماغه. ده حتى الشركة المساهمة اللي كانت هتعمله سمعت انها صرفت نظر. لا فياصه، اصل انا قبكت رئيس مجلس الادارة فبعت لي المشروع مؤشر. والارض؟ الارض خلاص بقت بتاعتي، بس الحقيقة سمسم اخويا انا دفعت فيها غالي قوي قوي، خلاص يعني تقريبا دفعت كل اللي حلتي. ده حتى الخواجة قال لي انا ممكن ابعت لك ناس تشارك، قلت له لا محدش يشاركني، انا شريكي موجود. ده انا كنت اقتلك واقتله. من غير قتله ولا حاجه يا سيدي، ما انا بكلمك بسلامه نيه اهو. تسلم لي سلامه نيتك. نتكلم في المهم. احنا هنعمل شركه محدوده لتجاره المجوهرات انا وانت، والشركه دي ما حدش ياخد بيها خبر خالص عشان الحكومه ولعب تهريب الخام، ومن بكره نبدا في الاجراءات. طب والمكان هندخله ازاي؟ باسم الشركه برضه؟ هيخش على اساس ان احنا هنتاجر فيه بنظام الافراج الجمركي المؤقت، ولما يخش نبقى نكنسله. متهيألي بقى صحابك اللي في الجمرك ممكن يخلصوا لنا الموضوع ده ولا ايه؟ يخلصوا قوي. خلاص انا من بكره هسافر على جوهانسبرج والف لي لفه كده على اساس ان انا هودي المكان قبرص، ومن قبرص على القاهره على طول. حلاوتك يا منصور دقاق، هنبتدي بقى نشتغل الشغل التقيل. شكلك مبسوط يا وسام، يلا بقى جهز نفسك عشان الشغل التقيل واختار رجالتك. تشرب شاي؟ اشرب شاي. ويبارك لي في عافيتك يا رب، يا جوزي يا عينيا يا قلبي من جوه
يا رجل اصحى بقى، ولا خدت على الواخر؟ معلش يا حبيبتي، انت عارفة ان نمت امبارح ما جاليش نوم، وبعدين جسمي مدخدخ كده وحاسس بالوخم. الا بذمتك يا جمعة، مش حاسس كده يا راجل ان في تغيير يعني؟ مش فاهم. قصدي يعني الشيخة المبروكة لما فكت العمل وقرت على المية اللي شربتها امبارح، مش كل حاجة بقت عالي العال؟ حاسس يا حبيبتي ان في تغيير، حاسس ان انت بقيت حاجة تانية خالص، بقيت زبدة. انا زبدة وانت عسل، وانا وانت زبدة بالعسل. قوم يا راجل بقى بلاش كسل، قوم انا هعمل لك الفطار تكون انت استحميه. ده ما هنعمة يا رب واحفظها من الزوال. ايه بتقولي؟ ايه بتتكلمي جد؟ العيال معاكي فين؟ يخرب بيتك مش سامعاكي، علي صوتك. طيب طيب فريرة، ها ما تقلقيش مفيش حد فيهم هيعرفني. سلام بقى، يا ما انت حنين وكريم يا رب، يا ما انت حنين وكريم يا رب. جمال هيك هشوف عيالي، يا جمال هشوف عيالي، هشوف عيالي، هشوف عيالي يا جمال، هشوف عيالي بجد. طيب البس واجي معاكي. ماشي بس قولي لي البسي، عايزه اتخفى خالص، مش عايزه حد يعرف الباروكه اللي... طب الفستان الازرق؟ طب تعالي تعالي بسرعه. اتبسطت يا اولاد؟ ايوه. عجبكم الاكل؟ ايوه. طب يلا بينا نروح بقى. يلا ايه ده، العيال مبسوطين، سيبهم يلعبوا شويه بقى كده. طب هات بقى ده وتفضل العب بقى انت معاهم. العب قوي قوي. يلا يا جدعان، يلا يلا. اهم يا جمالات، شايفه عيالي هم اللي بيلعبوا هناك دول؟ شايفه العيل الصغير ده؟ ده ابني حبيبي يا ابني. وانتي لسه على ذمته يا بنتي يا مره؟ لا طبعا، زمانه طلقني دلوقتي. وايه اللي مأكدك قوي كده؟ ليه بعتلك ورقتك على العنوان؟ احنا الجواز عندنا والطلاق مش بالورق، اي ما واحده تهرب او تغيب تبقى في حكم الطلق على طول. انا بيخشى اللي هيعيش معاك، ويا ما هيسمع ويا ما هيشوف. بس اعرف اشوفهم ازاي واللطخ ده واقف لي كده؟ استني ما اكلم البت السرجانه. يلا ماشي. تردي بس يا سرجانه. الو، ايوه يا مر، والله العظيم هاخد العيال واروح. يا بنت انا واقفه وراكي لابسه البلطو البني وباروكه مقزعره صفرة. شفتك يا بنت شكلك متغير احلى، تصدقي؟ طب وحياتك، عايزه اشوف العيال والواد الصغير، اوعك تنسيه. هعمل ايه يعني؟ ما رفيع لازق لي هو والعيال. لا اما تقلقيش من رفيع، ما هي جمالات معايا، هي هي هتشغله، بس هاتي العيال بسرعه وحياتك. بنتي جمالات زي ما اتفقنا، روحي اشغلي الراجل. من عينيا حبيبتي، ده انا جايه عشان اجاملك، من عينيا الاتنين. يلا بسرعه، يا رب استر يا رب. بقول لك ايه يا باشمهندس، هي ساعه كام عند دلوقت؟ والنبي يا اختي انا معيش ساعه، بس هي جيلها سبعه ونص. شوف الراجل، الراجل فرقعني يا اخويا، يرضيك انا اتفرقع؟ لا طبعا ما يرضيش، انت ما ينفعش تتفرقعي خالص. فرقعك ازاي؟ طب انا شايفه كده انك مش مشغول، ينفع نقعد مع بعض شويه؟ انا اي نعم مش مشغول، بس ينفع برضو نقعد مع بعض شويه؟ ينفع. بقول لك ايه، ما ينفعش انا. الله جريء يا عويل. ايه يا شفور، انت مش شايفه بتوجه لي انا الكلام؟ حد يكلمك؟ الله بقى، ما انا وانت واحد يا رفيع. لا يا حبيبي، احنا في دي اتنين. خلاص ما تتخانقوش، تعالوا انتوا الاتنين. احنا الاتنين؟ اه. لا يوم ابيض النهارده.
يا بنتي زي القمر. لا بسرعة، كل الجرعات طلعيها بسرعة. انت اللي جابك دلوقتي. مش قادر يا سرجانة هتجوزني، بقالي يومين ما شفتكيش، وبعدين ما ردتيش عليا، قلت لك عايزة اتجوزك، حسيت ان في تعبان قرصك. اكتر يا عبدو اكتر، انت مش فاهم حاجة، الغجر لا يمكن يجوزوا بناتهم لغير الغجر، والهنجرة بالذات اصعب. مين يا سرجانة؟ محدش يا خالتي، انا جاية اهو. امشي يا عبدو روحي قبل بكرة ترسل معايا. انا مش همشي الا لما اسمع منك رد دلوقتي. يا خبر. بقول لك بتكلمي مين يا سرجانة؟ ده عبدو السواق. ازيك يا خالة؟ اهلا. مش ده اللي كسرتي حصلتك عشان تديله فلوسك؟ ما خلاص يا خالة رجعها. اللي كنت عايزة علشانها الفلوس خلاص، ربنا افتكرها. يا حبيبي البقية في حياتك، يجعلها اخر الاحزان. روحي اعملي شاي للضيف يا سرجانة. حاضر. روحي اعملي الشاي بسرعة. حاضر يا خالة. اتفضل. اهلا وسهلا. الا قولي، محدش اعترضك وانت داخل الربع؟ لا، مين يعني ممكن يعترضني؟ شوف بقى، انت غريب عننا، والغريب هنا ملوش رجل، فهمني يا عبدو. اقصر الشر وامشي من هنا، لحسن الهناجرة لو شموا خبر انك مولف مع بنتهم مش هيسيبوك. انا بقولك الكلام ده وانا عارفه كويس قوي انا بقول ايه. الغريب عندنا مهما كان بيبقى فلاح من طينه غير طينتنا، وامثالنا بتقول الغجريه ياكلها تمساح وما تولفش مع فلاح، وما ياكلش من زادنا غير ولادنا. فهمني انا بقولك ايه. انا عايزك تحط الكلام ده حلقه في ودنك وتعقله قبل ما تبقى حريقة وما تلاقيش نفسك. الشاي عبده. مش مهم الشاي، شربته خلاص. تصبح على خير. وانت من اهله مع الف سلامة. انت قلت له ايه يا خالة؟ قلت له اللي كان مفروض يتقاله من زمان، واللي هقوله لك دلوقتي انت كمان يا زعرة. يلا امشي غوري من وشي. حلاوتهم حلاوتهم، افتحي حلاوتهم. بس يا سعد وطي صوتك، نهار اسود هتفضحني الواد نايم. مش قادر استحمل، انا تعبت يا بنت الناس، الشوق بياكل في حشاشتي. هو الشعر مش بيقول كده برضه؟ بس اتقل يا سعد، فاتك كتير ما بقى الا القليل يا اخوي. طب افتحي لي بقى لحسن هكسر الحديد ده. يلا افتح. حلاوتهم. ادخل. مش قادر اصبر يا حلاوتهم. نفسي انا وانت يجمعنا عيش واحد ونعيش فيه زي العصافير، جوز عصافير، ونغرد سوا. وفين العيش ده بقى يا ابو العيال؟ واستكم اللحم يا حبيبي اللي انت عايش معاه. الله الله، احنا هنرجع للكلام ده تاني. انت مش قلت عاوزه فلوس عشان تديهم للمحامي؟ بعت الكردان بتاع المرحومه واديتك القرشين، اديتهم للمحامي، خلص لك القضيه من اول جلسه واداكي حكم الطلاق. ايه اللي فاضل بعد كده؟ فاضل يا اخويا انه ما ينفعش نتجوز هنا، اهل الحاره ياكلوا وشي وشك انت كمان، وهنبقى محكه وحكاوه. وبصراحه بقى انا مش ناقصه، كفايه ان انا مش عارفه اجيبها للواد ازاي. لا لا، احنا نحلها واحده واحده. انا من بكره هطلب تسويه معاشي، والقرشين اللي هناخدهم نروح نعيش بيهم في اي حته بعيد عن هنا. اما انت فين يا اما؟ نهار اسود، الواد صحي يا اخويا، قوم اتكل على الله دلوقتي، قوم. طيب هستناكي بكره عند المرسى في مصر القديمه. ماشي ماشي يا عينيا، مع السلامه يا اخويا. ما غبتش يعني في جوهانسبرج؟ هم 24 ساعه وطلعت على لندن. طمني، عملت ايه في جنوب افريقيا؟ طيب الناس اللي قال عليهم جوزيف خافوا يقابلوني، وعبال ما عطرت في جوزيف عشان اقابلهم كان ميعاد الطياره جايبه، بس انا هروح لهم تاني. شكلك مش مبسوط، حصل حاجة في لندن من جوزيف وجماعته؟ أنا منبه على زناتي لو في أي لبش نخلع من الناس دي
انا عارف ان جوزيف عليه مشاكل مع الانتربول. لا مش اللي في بالك، بعدين المرحله الجايه هم هيبقوا محتاجين لنا اكتر ما احنا محتاجين لهم. طب ايه طليقه الاجنبيه يا سيدي؟ شغاله لي في الازرق تاني. مش دي سكه كنت قفلتها واتفتحت؟ بس ما تشغلش بالك، انا هعرف اتصرف في الموضوع ده. انا جاي لك في موضوع اهم. خير جوزيف يا سيدي؟ عايز واحد مننا يسافر تل ابيب. ايه رايك تسافر انت؟ انا ازاي سافر اسرائيل؟ خير يا رفيع، كنت عايزني في ايه؟ المكان اللي فسحت فيه العيال. المكان؟ مهر اخويا المكان. امبارح حصلت لي حاجه يا سرجانه ما نايمتنيش طول الليل. خير يا اخويا؟ هي العيال قالت لك حاجه؟ وبعدين حتى لو قالوا ده عيال بقى وخيال انت عارف. لا 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 لا، عيال ايه؟ انا اللي مخي اتشعوذ مني الحقيقه. التفكير قعد ياخدني ويجيبني، قلت ما حدش هيقدر احاسيسك الجوانيه غير سرجانه. جرى ايه رفيع؟ ما تقف عوج وتتكلم عادل يا اخويا. الله، ما انا بتكلم عادل اهو. اصل انت لما رحت تفسح العيال اتكعبلت في سكتي واحده، استلطفتها، قلت ارمي السناره، السناره غمزت بلطيه. انما ايه يا سرجانه؟ حته بيت الجمال كله، الروعه كلها خطفت قلبي. خطفت قلبك؟ ده انت وقعت قلبي في ركبي. بتحب واحده من المدينه يا رفيع؟ الله، ما انت السبب. مش انت اللي خدتينا المكان ده؟ ومن ساعه ما خدتينا وانا عمال اندب على وشي زي اللي خطفته النداه. هو انت مش كنت بتحب مره؟ مره، ما راحت مره وراح زمانها. هو ده الوفاء والاخلاص بتاع الغجر؟ يا غجر، اهو ده بقى اللي حصل. وبعدين هو انا جايلك عشان تساعديني ولا عشان تبكتيني؟ هو انت مش عارف ان احنا محرم علينا اننا نبص لحد من المدينه؟ لو انا قلت اتجوزها انا احبها، بس هو الحب حرام؟ لا بس روح حب يا اخويا لوحدك مع نفسك. انا بقى جدتي مش خالصه، مش ناقصه. انت هنا يا رفيع؟ يلا يا سرجانه قومي عشان تبصي على عريسك. عريسي؟ ايوه عريسك. قومي يلا، قومي قومي، تعالى نشوف عريسي. يلا. يعني حطيت لكم العشاء ومش عاوزين تاكلوا؟ ما انتوا ايام المرحومه كنتوا بتنزلوا على الاكل زي المفاجيع وما كنتوش بتسيبوا لي اي حاجه. ايه اللي غير الاحوال؟ اصل يابا نايمه سهلانه، بس انا عايزه تروح لامي الطلبه، وانا قلت لها نامي وهي هتجيلك في الحلم. مش كده برضه؟ كده برضه. ما انت طلعت بتفهم هو اخويا. طب ده اللي مزعلها، انت بقى اللي مزعلك؟ انا عايزه اروح لامي الطلبه. وبعدين بقى في الهم اللي انا فيه ده، هو عبده ما جاش النهارده؟ عدى الظهر شويه كده، جاب لنا اكل جاهز، استنى لحد ما اكلنا وبعدين ما اعرفش راح على فين. جاب لكم ايه؟ كباب وكفته وليفه. ليفه؟ ليفه بناكلها مش بنستحمى بيها. اول مره الكباب والكفته يخشوا بيتنا. طب سبتوا لي حاجه؟ لا نسينا عليه، كان حتتك بتد. وكنتوا عاوزين تتعشوا فول وطعميه؟ قومي يا نعيمة، قومي يا بنت، دخلي العشاء ده جوه بدل ما تزفروا معدتكم. حاضر يا قومي. كباب وكفتة وليفة. وليفة. يا نعيمة. ايوه. عاوزك يا بنتي تاخدي بالك من اخوك في غيابي، انت دلوقتي المسؤولة عنه. وانا يا بابا اقول لها لما ابويا ما بقاش موجود لا هو ولا حبته ابقى انا راجل البيت، عشان انا دلوقتي بستغل سبع اكلاتي وباخد كل يوم جنيه ونص، مش انا كده ابقى راجل؟ ايوه حبيبي كده تبقى راجل وسيد رجاله. عاوزك تقومي دلوقتي تاخد اخوكي وتناموا، الصباح رباح. تعالي يا سرجانه، بصي يا حبيبتي دول احلى شباب الغجر، دول وش القفص في الربع كله. بصي ده أرمل وخلفته كلها بنات زي القمر، وده ابن أخو سلمان اللي مات في موسم القصر اللي فات. لا إلا أبوه مات السيزون اللي فات. نو ما يلزمنيش. خلاص اطلع أنت يا ميبر. ميبر كمان اسمه ميبر؟ شوفي بقى، وده سوكا ابن زنوبة، أمه عشرة قديمة وكانت معايا في بحري. زنوبة حماتي أنا؟ لا مش راكبة. إيه اطلع أنت كمان. شوفي بقى، مش فاضل قدامك الا دول، لا ام ولا اب، وشبابهم زي الفل طول بعرض يسدوا عين الشمس،
ولازم تختاري واحد منهم دلوقتي عشان اللي انت هتختاريه يجهز نفسه من النهارده. يجهز نفسه يعمل ايه؟ يودوه حمام التلات ولا هيعملوا له حمام مغربي ولا يمكن هيتنقع في ميه الرمان؟ جرى ايه يا سرجانه؟ شكلك كده مش مقتنعه بالحكايه كلها، وبصراحه بقى كلامك مش لدد عليا. وهو اللي بتعمليه لد على مين يا خالتي؟ لا مؤاخذه يا جدعانه، اتفضلوا حضراتكم على القهوه عشان انا وخالتي عايزين نتشاور. طب وهترد علينا امتى سرجانه؟ انا بصراحه نفسي اتجوزك. ايه ده، انا اللي استهلك يا سرجانه؟ لا سرجانه، انا اللي استهلك. سيبك من العيال الهفق ديت، ده مفيش حد شاطر فيهم في تربيه العيال ولا شغل الدار زي. وبعدين مش هخليك تشيلي هم اي حاجه، وفوق كده بقى مش هتلاقي حد يدلعك ولا يفرفشك زي يا سرجانه. ردي عليه يا سرجانه. حاضر، فوتوا عليا كمان يومين اكون لعبت مع نفسي رفه، وتعالوا خدوا النتيجه من خالتي هتبقى طلعتها من الكنترول. ماشي يا سرجانه. يلا يلا خفيف. جرى ايه يا بنت؟ ايه اللي جرالك؟ العيال زي الورد قدامك اهو. دول وايد، هي دي وجهه نظرك عن العرسان بتوعي يا اختي؟ تلهي وانت تقولي انت يا ست. انت خليكي في موضوع. انا بقى هنروح المكان اللي انت وديتيني فيه ولا لا؟ يا عم تلاقي على عينك، انا ناقصاك انت راخر. خيبة يخيبك يا سرجانة، دمه يلطش. انت كنت متجوزاه ازاي ده؟ وايه ما صدق ولزق فيا حتة لزقة ما خلصتش منه لما جت البت صاحبتك وشخطت فيه. لكن استني هنا بت يا سمر، مش البت اللي كانت في الجنينة مع العيال هي نفسها اللي سرقتني في الكباريه؟ هي ولا مش هي؟ ردي. لا مش هي، دي اختها. واسكتي بقى واعملي لك قفلة خوتيني. مالك يا بت؟ من ساعة ما كنا هناك وانت مساهمة وشاردة. وهي تكون حنيت الغجر يا بت. حنيت بس خلاص ما عادش منه رجع. اسحي وفوقي ورسي لحالك، داخلين على موسم السياحة وتاتو هتشعوطنا. مش عارفة ايه اللي جرالي من ساعة ما شفته، وياريت ينفع ارجع. ده انا لو رجعت حيموتوني، ده في حكم بموتي. ولو طلعتي من اصله الشرع والحكومه مستنيينك. بقولك ايه، انسي انسي وقومي البسي وجهزي، زمان البرتيتا جايه. ويفك كده مالك معقد، هو بلش يبقى قلبك اسود. بصي بقى ويا ريت تدق ايه، مش هتلقى غيري. لا قلبي كله حنان ورقه، بقولها بكل دقه. انت قلبك قاسي قوي 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 يا اختي. قهوة سعادتك المظبوطة يا سعادة البيه. قهوة قهوة دي يا سعد؟ انا ما طلبتش قهوة. انا حسيت انك محتاج فنجان القهوة ده، قلت اعمله، ويمكن يكون ده اخر فنجان قهوه اعمله. انت ليه بتقول كده؟ انت لسه ما شاء الله بصحتك، اوعى يكون موت مراتك يا اسك. ربنا يعز شبابك يا سعاده البيه. انا ليا في المكتب ده اكتر من 20 سنه، من ايام المنسير اللي بيه الله يرحمه، وتعبت بقى وعاوز استريح. مش فاهم عايز تقول ايه. عاوز اسوي معاشي، والقرشين اللي هتجود عليا بيهم هفتح بيهم كشك وارتاح بقى. لا مش فاهم انت بتقول كده ليه يا سعد؟ انت ما شاء الله لسه بصحتك، يعني تقدر تشتغل. وبعدين احنا قطاع خاص مش قطاع عام، هنعاملك زي خل الحكومه. وبعدين يا سيدي ده انت بقيت جزء من المكتب، ده انت تعرف المكتب اكتر مني. والله يا سعد البيع عز عليا ان اسيبك، لكن انا ستفت نفسي على كده، عاوز ارتاح بقى. ماشي. ريهام ابعت لي المدير المالي. خلاص يا سيدي، هصرف لك مكافأة نهاية الخدمة ومكافأة خاصة من عندي. مبسوط؟ اتفضل. الو. اهلا 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 بالجمال والدلال كله. بتقولي ايه يا برلانتي هانم؟ قوي تحت امرك دلوقتي؟ اوكي. بتتكلمي بجد يا بيري؟ معقولة؟ طب والله برافو عليكي. كويس قوي، يعني خلاص قررتي هتروحي له؟ وبعدين؟
طب حلو قوي قوي الكلام ده. خلاص يعني قررتي هتبقي بيزنس مان؟ طب كويس، مبروك يا روحي. يا حبيبتي انت اللي توصي جوزك عليا، انا مش قده، وخصوصا بقى ان القرشين اللي عندي ما يجيش قد اللي عنده حاجه. اوكي يا حبيبتي، بعد ما اخلص هعدي عليك. يلا جميله، باي. البس ايه بقى يا ميشو في المقابله ديت؟ لازم البس طعمي يجنن يهوس. اهلا اهلا برلنتي هانم. ده انت نورتي مكتبي. المكتب منور بصحابه. بعدين بقى بلاش الرسميات دي، لحسن هضطر اقول لك يا منصور بيه، وهيبقى دمي تقيل اول انا بقولها. لا لا لا، انت عمرك ما كان دمك تقيل، واتقطع لساني اللي يقول كده. ده انا حتى بقول لنانو تتعلم خفه الدم منك. معقوله قلت لها كده؟ ما قالتليش المجرمه يعني، او يمكن غارت. والله بقى انت اضرب صاحبتك. مفيش ست تحب ان جوزها يمدح في اي واحده تانية، حتى لو كانت فري وومن. قصدك يعني ان انا محتاج اخد دروس في معامله الجنس اللطيف؟ ده انت استاذ ورئيس قسم منصور بيه، بعدين بقى بلاش تواضع. لا لا يعني مش للدرجه دي، والله انت كده فهماني غلط. ده انا انسان بسيط قوي وغلبان. اه والله. المهم انا كنت عايز اسالك سؤال، انت ليه يعني لغايه دلوقتي ما اتجوزتيش، مع انك يعني ما شاء الله ست فيكي كل مواصفات الزوجه المرغوبه المطلوبه؟ اديك انت جاوبت على السؤال. صعب ان اي ست فيها المواصفات المرغوبه تلاقي راجل على الليفل المطلوب. افهم كده يعني انك ما لقيتيش الراجل اللي يرضي غرورك؟ لا، لقيته وقدامي، بس يا خساره. خساره؟ قصدك ايه؟ لا ما اقصدش حاجه. المهم خلينا بقى نتكلم في الشغل. انا يا سيدي كنت مشغله قرشين في شركه اخويا، وبعدين هو قرر فجاه انه هيهاجر، هيعيش في امريكا على طول، وصفى شركته واداني نصيبي، وانا قلت مفيش احسن منك، اديله الفلوس دي شغلها لي. بس كده؟ ده احنا عنينا ليكي، وتاكدي انك معانا لا يمكن ابدا تكوني خسرانه. انا مش بخاف على نفسي، المهم انت تخاف على نفسك. انا هضطر استاذن عشان صاحبتي قاعده مستنيني احكي لها اللي حصل. استني استني، احنا لسه ما عدناش. وبعدين صاحبتك مين يعني؟ نانو طبعا. نانو؟ نانو عارفه انك جايلي؟ طبعا، اصل انا بصراحه احب اشتغل في النور. وماله؟ طيب نتكلم بقى في التفاصيل. تستعجلش، احنا لسه هنقعد تاني وتالت. سلام. ما تخليكي والله قعدتك حلوه. باي باي، مع الف الف مليون سلام. مع السلامه. سلام يا جميل. عارف يا عبدو، الدنيا دي عامله زي اسطوانه سن السكاكين اللي قدامك دي، وكل واحد شايل سكينته اللي بتلف عليها السيور، والشاطر بقى صاحبي اللي ما يحط سكينته على رقبته بايده. وانت يا عبدو بتحط على رقبتك سكينه جرحها ما بيتقفلش، سكينة الحب مجنون سرجانة. يا هو يا عم، انا بحكي لك مشاكلي عشان تقعد تحلها لي، ولا عشان تقعد تقول لي هذبح وسكينة وسير؟ قول لي حاجة تنفعني. اعمل لك ايه يا رمي؟ ما خلاص سبق السيف العزل زي ما قال العرب. رايح تحب واحدة غجرية؟ انت ما تعرفش سلم الناس دول؟ اسألني انا. انت تعرف حاجة عنهم؟ اعرفهم اعرفهم عز المعرفة. أنا حبيت واحدة منهم، بلاش أقولك عملوا فيا إيه عشان ما تعملهاش على روحك. لا أنا خلاص يا أبو سجارة، ما بتهددش ما بخافش. حب سرجانة خلاني رجل قوي شديد، أنا ممكن أتحدى العالم كله.
دي صحت فيها حاجات انا ما كنتش متخيل انها ممكن تصحى ابدا. خلت يبقى عندي امل في البلد. انه بلد مصر. مصر مره واحده تحيا مصر بلادي بلادي. انت بتتريق يا ابو سجاره، انا بتكلم بجد. انت مش عارفني كويس، انا خلاص الدنيا كلها بقت جميله في عينيا. انزل الشارع الاقي الناس جميله، كل الاماكن جميله، وانا كنت على طول مكتئب وقرفان ومخنوق ومش عارف اعيش. ايه في ايه يا ابو سجاره بتعمل ايه؟ بقيس درجه حرارتك دي وصلت 50 حريقه. انت عايز كمادات من المطافي اهو. انت بقى اللي قال في حالتك المتنبي ثبتت في القلب منك محبه كما ثبتت في الراحتين الاصابع. تصدق انك اول مره تقول حكمه عدله؟ اهو انا حب سرجانه ده ثابت في قلبي زي ما صوابعي كده ثابته في كفي. مش حلو يا عبد، مش حلو اللي انت بتعمله ده. انت ماشي في طريق اخره حفره. اردم يا ابني، اردم اردم يا مجنون سرجانه. سلام يا صاحبي. سلام. انا كمان يا عبدو عايزه افضل جنبك، عايزه اتجوزك امبارح مش النهارده. لكن انت عارف احنا لو هربت واتجوزنا غجر ممكن يعملوا فيا وفيك ايه؟ مش هيعرفوا يعملوا حاجه. هيعرفوا. هنهرب وهنروح نعيش في اي مكان. هيقعدوا يدوروا عليكي مش هيلاقوكي، في الاخر هيزهقوا زي ما عملوا مع مره صاحبتك اللي انت حكيتي عنها. يا حبيبي مره حاجه وانا حاجه، انا البريمو، انا اللي بقص، انا اللي عدم وجودي بالنسبه لهم يبقى كارثه زمنيه. طب ولغايه امتى بقى ان شاء الله؟ لغايه امتى ايه؟ هتفضلي عايشه كده مش حاسه بنفسك؟ ما فكرتيش في لحظه اخر المشوار ده ممكن يبقى ايه؟ عبدو انا فكرت لما دماغي كانت هتنفجر. طب والنهايه؟ هنتجوز ولا لا؟